نماذج عالمية لمدن ذكية. ده الفيديو رقم 7 من سلسلة المدن الذكية سمارت سيتي. تختلف مشاريع المدن الذكية فيما بينها، فتجربة أمستردام على سبيل المثال ركزت على تحقيق مزيد من الاستدامة البيئية من خلال استعمال أحدث التكنولوجيات ضمن حدود الحد من الانبعاثات واستخدام الطاقة بمزيد من الكفاءة، فيما رمت مدن أخرى إلى توفير مجموعة واسعة من الوظائف الذكية. مع قيام التكنولوجيا الذكية الموجودة في كل مكان بدور في جميع جوانب الحياة، مثل تجربة المدينة الشاملة في عاصمة كوريا الجنوبية التي تتلخص هدف إنشائها في إدارة المدينة بطريقة أفضل وتحسين نوعية حياة سكانها. عادة ما تكون المدن الذكية صديقة للبيئة، تقوم مبانيها بحفظ الحرارة وإنتاج الطاقة النظيفة. وخير مثال على ذلك المدينة الذكية اليابانية فوجيا ساوا التي تأسست عام 2010 على موقع مصنع سابق لشركة باناسونيك. استضمنت نحو 100 منزل ذكي ممتدة على مساحة 190,000 متر مربع. كل منزل منها مزود بألواح شمسية ومولدات كهربائية تعمل بالغاز الطبيعي، وتتصل البيوت كلها ببعضها البعض ضمن شبكة واحدة، يتم نقل الطاقة المولدة بينها تلقائيا. ويمكن لهذه المدينة في حال قطعت عنها مصادر الطاقة الخارجية أن تكفي نفسها بنفسها من الطاقة لمدة 3 أيام كاملة. أفضل المدن الذكية في العالم. انتجت العديد من المدن العالم تطبيق التكنولوجيا في حضاراتها، إذ عملت على دمج التقدم التكنولوجي في كل مكان بالمدينة، والعمل على الممارسات الصديقة للبيئة كاتجاه عام، والسعي على استخدام مصادر جديدة ونظيفة للطاقة المتجددة، وهي أفكار ونمط جديدة للحياة في مدن المستقبل. وهناك العديد من النماذج التي تندرج تحت لقب أفضل مدينة ذكية، نسردها في السطور القليلة التالية لنتعلم منها: سنجودو كوريا الجنوبية، بلانيت البرتغال، في جيساوا اليابان، برشلونة اسبانيا، فيينا النمسا، مانشستر انجلترا. المدن الذكية العربية. يوجد مجموعة من المدن العربية تسعى إلى أن تكون مدن ذكية، مثل نيوم في المملكة العربية السعودية وأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. الهند. أنا اخترت الهند وركزت عليها شوية على أساس إن هي يعني تعتبر من البلاد الفقيرة واقتصادها قريب من الاقتصاديات بتاعتنا، فنشوف ان هم فعلا قدروا يعملوا مدن ذكية حقيقية بشكل قوي جدا. ان هم عملوا قياس للمدن الذكية وحطوا بعض التكنولوجيات وجم على منطقة فقيرة جدا كلها كانت عبارة عن خرابات، وقدروا يخلوها زي وادي السيليكون الهندي. في يونيو 2015 يعني لسه من قريب، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن مهمة المدن الذكية، وهو برنامج للتجديد والتعديل التحديثي الحضري لتطوير 109 مدينة في جميع أنحاء الهند. خلي بالك هو مش بيعمل مدن جديدة، هو بيطور، بيبدأ يمسك المدينة ويبدأ يشوف ايه الحاجات اللي يقدر يطورها في المدينة ليجعلها صديقة للمواطنين ومستدامة. أدركت البعثة أن هناك حاجة لاستثمارات كبيرة واستراتيجية مدروسة لمواجهة العدد الكبير من التحديات الكبيرة التي تواجه هذه المجتمعات. بدون اتخاذ إجراءات، ستستمر الأنظمة القديمة والمكسورة وغير الكافية في السيطرة على المناظر الطبيعية، وتفشل تماما في تلبية توقعات وتحسين حياة الملايين من الناس. مدينة مصدر. بدأت إمارة أبو ظبي في تخطيط لمدينة مصدر منذ عام 2006. تشمل الخطة الرئيسية لمدينة مصدر المكونات الرئيسية التالية: الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية من خلال تطوير مكاسب الكفاءة والتوجيه الأمثل لشبكة الطاقة في المدينة، تكامل أوجه الحياة في المدينة بطريقة تكون فيها الحياة سهلة وسعيدة، وتوفر السكن في مواقع مناسبة بما يؤدي إلى تقليل استخدام وسائل النقل، إنشاءات ومباني محدودة الارتفاع والحجم، توفير وتطوير مرافق عامة لحياة اجتماعية وسعيدة مع الاهتمام بالمشاة ووسائل المواصلات المتوازنة، توفير حياة ذات جودة عالية ضمن منظومة بيئية ذكية. وتعتبر مدينة مصدر من أوائل المدن المستدامة في الشرق الأوسط التي تتبنى توفير بصمة خضراء يحتذى بها لمدن المستقبل، واستيعاب التوسع الحضري السريع، وخفض استهلاك الطاقة والمياه والحد من التلوث والنفايات. ويجسد تصميم المدينة مزيجا متناغما بين فنون العمارة العربية التقليدية والتكنولوجيا العصرية، كما تستفيد من حركة مرور الهواء المنعش فيها لتوفير برودة طبيعية تضمن أجواء مريحة خلال ارتفاع درجات الحرارة صيفا. وتستفيد مدينة مصدر من أشعة الشمس أيضا، حيث يتم توليد الطاقة الكهربائية النظيفة باستخدام تكنولوجيا الألواح الشمسية المثبتة على أسطح المباني، فضلا عن امتلاكها إحدى أضخم التجهيزات الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط. ووفقا للخطة التطويرية للمدينة، يجب أن تستوفي المشاريع الجديدة وغيرها متطلبات تصنيف الثلاث ليالي،
عندهم نظام اللؤلؤة لؤلؤتين تلات ليالي كحد أدنى بموجب إطار عمل معايير المباني الخضراء والسلامة التي حددها مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني، بحيث حقق كفاءة في استخدام الطاقة والمياه بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بالمباني التقليدية. وتعمل مدينة مصدر كذلك على رفع مستويات التطوير العمراني المستدام من خلال مجموعة متنوعة من مبادرات البحث والتطوير والمشاريع التجريبية الفاعلة في الموقع، مثل نموذج الفيلا صديقة للبيئة. العاصمة التشيكية براغ. مدينة براغ من أكثر المدن التي تعاني الازدحام وبخاصة في فصل الصيف، وما دفع المتخصصين ولا سيما أساتذة العمارة في جامعة براغ التقنية من أجل التغلب على الكثير من المشكلات وتحويلها لمدينة ذكية، وعلى رأس المهتمين جان بتشوان والذي كون فريق عمل من أجل التوصل إلى مدينة ذكية تواكب المتطلبات الحاضرة والتطلعات المستقبلية تتسع بالعاصمة القديمة براغ. وقام مشروع المدينة الذكية براغ على أسس وهي تحقيق التهوية والإضاءة والتشميس، الاهتمام بالمحيط العمراني وتنوع الوظائف والأنشطة بنفس المبنى، مراعاة أن يكون العمل قريبا من المسكن، استخدام كل السبل والأدوات التي تؤدي إلى توفير الطاقة، والاهتمام بالبنية التحتية بكافة مستوياتها، واستخدام حلول معمارية ناجحة مثل الفناء الداخلي. مدينة سنافورة. هنطول شوية في مدينة سنافورة، ده نعم من المدن اللي بدأت تقريبا زينا في يعني في الخمسينات كده وسبقتنا بشكل كبير، كان دكتور مصطفى محمود عامل عنها فيديو كامل. يعني تعتبر سنغافورة إحدى النماذج الفريدة للمدن الذكية في العالم من خلال تجربة أنواع متنوعة من التكنولوجيا المتطورة في سنغافورة، من خلال العمل على إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لكل المباني وحتى الزجاج والخرسانة والمدخلات الداخلية للمبنى، وذلك من خلال بيانات متطورة وأجهزة خاصة بالطوارئ والكوارث. واستخدمت سنغافورة الكثير من الآليات مثل الأنظمة الرقمية وأجهزة الاستشعار في الشوارع وتطوير نظام آلي للصرف الصحي، ويتم تحديد نسبة النظافة في المناطق العامة باستخدام صناديق ذكية تعمل بالحاسب الآلي. سنغافورة لديها طموحها لجعل بلدها أول دولة ذكية وحقيقية في العالم من خلال تسخير التكنولوجيا على أكمل وجه بهدف تحسين نوعية الحياة وتعزيز الأعمال التجارية وبناء فرص أقوى. ولقد بدأت الدولة بالفعل رحلة تحقيق الرؤية التي تسميها E3A، الجميع كل شيء في كل مكان في كل وقت، Everyone, Everything, Everywhere, Where, All the Time. يبدو أن منصة الأمة الذكية تتيح قدرا أكبر من الاتصال وإدراك أفضل للحالة من خلال جمع البيانات والمشاركة الفعالة لبيانات المستشعرات المجمعة. سنغافورة هي واحدة من أكثر الدول المستقلة كثافة سكانية في العالم، تبلغ المساحة الإجمالية 597 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة حسب 2014، ولديها سكان متنوعون يتكونون من الصينيين والمالازيين والهنود والأوروسيين بالإضافة إلى الآسيويين الآخرين من أصول مختلفة. وعلى الرغم من تعداد السكان البالغ 5.5 مليون نسمة، تم تسجيل 0.65 مليون مركبة فقط، وتستخدم وسائل النقل الأخرى مثل الأقدام والدراجات والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، النقل الجماعي السريع أو النقل بالسكة الحديدية. في دول بيبقى عدد العربيات أكبر من عدد السكان. طيب، رأت سنغافورة الحاجة إلى التفكير في نهج طويل الأجل ومتكامل لضمان تطوره بطريقة مستدامة دون تجاهل البيئة النظيفة والخضراء، فوضعت سنغافورة منذ سنوات عديدة طموحها لتصبح أذكى مدينة في العالم. كانت الحكومة منخرطة في محاولة دقيقة على مر السنين، كل 10 سنوات منذ عام 1970 أصدرت سنغافورة خطة مفهوم ذات إطار زمني طويل الأجل 40 لـ50 سنة، وكل 5 سنوات خطة أكثر تفصيلا حول النمو الذكي. نتيجة لذلك تعد سنغافورة بالفعل مدينة متقدمة بذكاء ومجهزة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة لميزات المدينة. يتم تضمين شبكة من أجهزة الاستشعار وكاميرات وأجهزة GPS في سيارات الأجرة لتتبع حركات المرور والتنبؤ بالازدحام المستقبلي وإبلاغ جميع السائقين بالطرق البديلة. ويعد استخدام بطاقات الـ RFID الخاصة أمرا شائعا، ويعتبر نظام إدارة المياه في المدينة من بين أكثر الأنظمة تقدما في العالم. وكانت خطة التنمية تهدف إلى جعل سنغافورة مدينة مزدهرة على مستوى العالم، وفي عام 2006 تم إطلاق الخطة الرئيسية للأمة الذكية iNation 2015، وخطة لسنغافورة مدتها 10 سنوات لتحقيق رؤية سنغافورة كأمة ذكية ومدينة عالمية مدعومة من إنفوكوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يتم الإشراف على هذه الخطة من قبل هيئة تنمية الاتصالات المعلوماتية في سنغافورة المشار إليها فيما يلي BIDA، والتي تقوم حاليا برؤية جديدة للأمة الذكية. وتعمل هيئة دولية للتنمية الدولية
مع المواطنين والشركات لتطوير حلول الدولة الذكية. تدفع سنغافورة الآن نحو تحقيق رؤية كونها أول دولة ذكية في العالم في إطار برنامج الأمة الذكية الذي تم تطويره في 2014، والذي يسعى بشكل مثالي لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات والبيانات لدعم حياة أفضل وخلق المزيد من الفرص ودعم مجتمعات أقوى. بينما تقوم العديد من المدن حول العالم بتجربة مفهوم المدينة الذكية من خلال الاستفادة من التقنيات لمواجهة مجموعة واسعة من التحديات الحضارية، فإن سنغافورة لديها رؤية أكثر طموحا وشاملة للأمة. تمثل رؤية الأمة الذكية لحكومة سنغافورة استجابة للتحديات الحضارية المتزايدة المتمثلة في شيخوخة السكان والكثافة الحضارية واستدامة الطاقة، وتم دعوة العديد من أصحاب المصلحة مثل بنات التكنولوجيا ورجال الأعمال حول العالم للمشاركة في هذه الرؤية لاستخدام الأمة كمختبر حي لتجربة الأفكار الجديدة والحلول الذكية ذات الإمكانيات العالمية. يتمثل الدور الحاسم لمعايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين التكامل والتشغيل البيئي لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة الموجودة لمبادرات الأمة الذكية. من المتوقع أن يؤدي تحقيق هذا التكامل إلى تسهيل الاستخدام الأمثل للموارد عبر الأنظمة المختلفة. الخدمات الذكية الأكثر تطورا في سنغافورة هي ضمن قطاع النقل والتنقل الحضري، واستمر تطوير نظام النقل الذكي ITS لأكثر من 10 سنوات. تمتلك سنغافورة أيضا أساسا قويا للحكومة الإلكترونية والذي كان يحتضنونه منذ أوائل الثمانينيات، وهناك مجموعة واسعة من الخدمات الذكية التي ترغب الحكومة السنغافورية في توفيرها للجمهور، ولكن رحلتهم لا تزال في مرحلة مبكرة حيث تم إطلاق معظم الخدمات العديد منها كتجارب مؤخرا في عام 2010، والعديد من الخدمات هي في مرحلة تخطيط. ليتم تنفيذها جنبا إلى جنب مع الجهود الشاملة لمبادرات الأمة الذكية. وطبقت سنغافورة نظام الـ ITS متطورا لتعزيز تدفق حركة المرور والحفاظ على سلامة المرور على الطرق. تنبع قوة أنظمة النقل الذكية في سنغافورة من نهجها الشامل تجاه إدارة حركة المرور. تعمل أنظمة النقل الذكية مع مبادرات النقل الأخرى مثل النقل العام المجاني في ساعات الذروة قبل الصباح، ونظام حصص المركبات، ونظام النقل العام الذي يعمل بشكل جيد ورسوم الازدحام، لتعزيز نظام النقل العام في المدينة باستخدام مكونات أنظمة النقل الذكية. وتوفر سنغافورة عددا من خدمات النقل الذكية للمواطنين. One Motoring وهي البوابة الشاملة تخدم جميع السائقين ومالكي المركبات في سنغافورة. على بوابة البيب ويب هذه يمكن للمواطنين الوصول إلى المعلومات المرورية التي تم جمعها من كاميرات المراقبة المثبتة على الطرق وسيارات التاكسي المزودة بنظام تحديد المواقع GPS من خلال ترافيك سمارت، ويمكن للسائقين رؤية لقطات الطرق يتم التقاطها كل 5 دقائق. نظرا لأسباب أمنية يتم توفير لقطات فيديو متحركة أو لقطات قريبة عبر الإنترنت. كما يوفر معلومات عن معدلات تخطيط موارد المؤسسات الحالية، تسعير الطرق الكهربائية والأقسام التي تجري فيها أعمال الطرق، وصور حركة المرور للطرق السريعة الرئيسية، وأخبار حركة المرور، وحساب وقت السفر، وخرائط الطريق، واتجاهات الشوارع، ومعلومات وقوف السيارات. يمكن أيضا الوصول إلى هذه البوابة المفيدة على الأجهزة المحمولة. لا توفر السيارة الواحدة معلومات عن حركة المرور فحسب، بل تقدم أيضا معلومات وإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بشراء وبيع وصيانة سيارتهم. تستخدم هيئة النقل البري LTA كاميرات مراقبة للبحث عن حواس الطرق. عند اكتشاف حادثة ما تقوم الـ LTA بتنشيط طاقم استعادة السيارة الذي يهدف إلى الوصول إلى الموقف في حوالي 15 دقيقة لسحب السيارة إلى أقرب موقف سيارات مخصص خارج الطريق السريع. أطلقت الـ LTA نظام توجيه وقوف السيارات منذ عام 2008، وهذا يوفر للسائقين معلومات في الوقت الفعلي عن توافر مواقف السيارات، وهذا يقلل كمية حركة المرور المتداولة التي تبحث عن الأماكن المتاحة، ويعزز استخدام أكثر كفاءة لمرافق وقوف السيارات الموجودة. يتم عرض المعلومات على لوحة تسجيل إلكترونية عبر الإنترنت عبر الـ One Motoring Portable أو على تطبيق الهاتف المحمول مثل mytransport.sg. من المتوقع أن تجلب الخطوط التالية في قطاع النقل في ظل رؤية الأمة الذكية شيئا أكثر تقدما وجديدا. قد تكون الحافلات العامة بدون طيار في المستقبل القريب، حيث أصبحت المركبات ذاتية القيادة والسيارات ذاتية القيادة حقيقة واقعة. يمكن تطبيق القيادة الذاتية على أشياء أخرى، على سبيل المثال شاحنات البضائع التي تعمل ليلا فقط، مما يقلل من ازدحام الطرق أثناء النهار. يوفر تطبيق الهاتف الذكي mytransport.sg معلومات في الوقت الفعلي للركاب، يقوم بتحديث ميزاته بانتظام لتحسين تجربة السفر للركاب. خلال العام الماضي عملت LTA مع SBS Transit وسمارت
لتثبيت واختبار نظام مركزي جديد، والذي يحدد مواقع الحافلات في الوقت الفعلي، بالتالي توفر معلومات أكثر دقة عن وصول الحافلات لأكثر من 4700 حافلة عامة عبر 360 مسار. تتوفر أيضا معلومات تحميل الحافلات لخدمات الحافلات المحددة. يمكن للمسافرين الاطلاع على معلومات توفر المساحة المرمزة بالألوان المستخدمة في تحديد ما إذا كانوا سيستقرون الحافلة القادمة أو يختارون ركوب الحافلة التالية. بيقول لك الصالة دي ممتلئة، لا نص ممتلئة، لا ما فيش أماكن، في مقاعد متاحة ولا لا. تتوفر العديد من التطبيقات التي طورتها ماي ترانسبورت سنغافورة، والتي تم تقديمها للمواطنين من خلال LTE لتعزيز التنقل المريح للركاب والسائقين في المناطق الحضرية. تعد سنغافورة ثاني أكثر الدول أمانا في العالم وفقا لتقرير وحدة المعلومات الاقتصادية. لدى قوة شرطة سنغافورة أهداف محددة من تعهد الخدمة بالعمل الكفائي. يمكن الوصول إلى قوة الشرطة في حالة طوارئ عن طريق الاتصال ب 999. هناك خدمة SMS تسمى خط المساعدة لخدمة الرسائل القصيرة في حالات الطوارئ، وهي مصممة لتزويد أفراد المجتمع الصم وضعاف السمع وضعاف الكلام بوسائل أخرى للاتصال. المشروع مدعوم من قبل وزارة المالية والـ IDA. تتمشى هذه المبادرة مع الرؤية الاستراتيجية للمخطط العام للحكومة عام 2010، والتي تهدف إلى زيادة الخدمات الإلكترونية الحكومية المتاحة. توفر قوة الشرطة في سنغافورة أيضا مركز شرطة إلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال مركز الشرطة الإلكتروني للمواطنين لجمع المعلومات بسهولة وتقديم تقرير الشرطة عبر الإنترنت، والتعامل مع الشؤون الإدارية مثل التقدم بطلب الحصول على نسخة مصدقة من تقارير الشرطة والسجلات الجنائية وما إلى ذلك. على سبيل المثال يوفر كريمس ستوبر أون EBC وسيلة بديلة عبر الإنترنت للمواطنين لتقديم تقارير أقل إلحاحا أو تقديم معلومات لمساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة. ده لما يكون عندك حاجة مش مستعجل عليها. قوة الدفاع المدني السنغافورية هي منظمة بالزي الرسمي تشرف عليها وزارة الشؤون الداخلية لحكومة سنغافورة، والتي تقدم خدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ والطوارئ لتخفيف من حوادث المواد الخطرة، وكذلك صياغة وتنفيذ وإنفاذ اللوائح الخاصة بالسلامة من الحرائق. يتم تشغيل خدمة الطوارئ الطبية EMS من قبل الصندوق السعودي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ويمكن الوصول إليها من خلال الرقم الهاتفي 959. يمكن أيضا الوصول إلى مركز عمليات 995 من خلال تطبيق الهاتف المحمول الذي يوفره SCDF بالتعاون مع IDA، والذي تم تصميمه لزيادة معدل النجاة من الحوادث مثل السكتة القلبية خارج المستشفى. تم إطلاق التطبيق المسمى My Responders مؤخرا في أبريل 2015، والذي ينبه المستخدمين إلى حالات قريبة من السكتة القلبية المشابهة بها ويوجههم للرد قبل الوصول إلى SCDF. منذ إطلاق التطبيق كان هناك أكثر من 2000 تنزيل، وعلى الرغم من عدد التسجيلات لتصبح مستجيبات لم تصل إلى المستوى المماثل حتى الآن، يسمح الـ My SCDF المواطنين بتقديم ملاحظات إلى الـ SCDF وتعليمات استخدام مطفات الحريق وكيفية إجراء الـ SPR والـ AED، بالإضافة للوصول إلى التقارير السنوية للصندوق SCDF. التطبيقات الأخرى التي تسمح للجمهور بالوصول إلى معلومات الطوارئ الهامة هي التهديدات البيولوجية أو إجراءات إزالة التلوث والتعرض للعوامل البيولوجية والسلامة من الحرائق، وفي حال حدوث انفجار. كما تتوفر بعض الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الرئيسي للصندوق. تشمل هذه الخدمات الدفع عبر الإنترنت مقابل خدمات الـ SCDF، التقدم بطلب للحصول على دورات الـ SCDF لبرامج التعليم العام، شراء تقارير الحريق والإسعاف، محدد مواقع مرافق الصندوق. يتمثل أحد الجوانب الرئيسية الأخرى لمبادرة سمارت ناشون في طريقها إلى الطب عن بعد. تهدف سنغافورة إلى تعزيز الاستخدام الواسع للنطاق للتقنيات القابلة للارتداء مثل أجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية وحتى الملابس الذكية التي يمكنها مراقبة رفاهية المريض. لا تقتصر الفكرة على تسجيلات العلامات الحيوية مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم، ولكن أيضا نقل البيانات عبر الإنترنت إلى متخصصي الرعاية الطبية والرعاية الصحية وأفراد الأسرة. وضعت المؤسسة الدولية للتنمية خططها للمشروع التجريبي للمساعدة الصحية الذكية في منطقة بحيرة جورونج في أواخر عام 2015 لدعم احتياجات كبار السن في سنغافورة. إنه مصمم لتسجيل البيانات عبر أجهزة الاستشعار سهلة الاستخدام في منازل كبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، اللي يتم إرسالها بشكل آمن عبر الإنترنت إلى مقدمي الرعاية الصحية مما يسمح لهم بمراقبة الأفراد وتلقي التنبيهات والاستجابة لأي حالات طارئة. البيئة
كدولة صغيرة ليست لدى سنغافورة سوى القليل من الأراضي لجمع مياه الأمطار وتخزينها، سيكون نقص المياه تحديا مستمر لسنغافورة مع الطلب المتزايد باستمرار، وبالتالي يجب أن تكون سنغافورة مصدر إلهام للابتكار وتطوير القدرات في المنطقة. تحت إشراف وزارة البيئة والموارد المائية هناك مجلسان تشريعان، الوكالة الوطنية للبيئة ومجلس المرافق العامة. وكالة المياه الوطنية تتحكم الوكالة الوطنية للبيئة في تلوث الهواء والماء والتعامل مع إدارة النفايات وتعزيز كفاءة البيئة وتعزيز النظافة العامة وما إلى ذلك. بينما تتعامل مجلس المرافق العامة مع جميع الأمور المتعلقة بالمياه في سنغافورة. لإشراك المواطنين في زيادة كفاءة استخدام المياه يرسل مرفق المياه الوطني رسائل كفاءة المياه إلى الجمهور. توفر سنغافورة للطاقة أيضا تطبيقا للهدف المحمول يتيح للمواطنين عرض فواتيرهم المستحقة وحالة الدفع واكتساب فهم أفضل لاستخدام المرافق وتقديم قراءات للعداد. يؤدي هذا القيام المستهلكين بتدقيق استخدامهم في المنزل لإدارة استهلاكهم للمياه. في 2015 تم إدخال صناديق النفايات الذكية كجزء من برنامج إدارة النفايات الذكية. تجمع شاشات الاستشعار موافقة على تغطية الحاويات معلومات عن المحتويات والمواقع، ويتم اختيار فريق القمامة من خلال سيرفر خادم مركزي بهذا. يساعد ذلك فريق جمع النفايات على تحسين تغطية المسار الخاص بهم وفي نفس الوقت الحفاظ على نظافة الأماكن العامة باستمرار، وتتم مراقبة مستوى التلوث بواسطة الـ NEA ومتاح للجمهور على موقعها الرسمي على الإنترنت. على سبيل المثال يمكن للمواطنين الوصول بسهولة لمعلومات بقيمة BCI على مدار 24 ساعة، وهو مؤشر الإبلاغ المتكامل عن جودة الهواء عبر الإنترنت. وتوجد في مدينة سنغافورة سيارات ذاتية القيادة تعمل على أرض الواقع، وتم تطوير ذلك المركبات بالتنسيق بين جامعة سنغافورة ومعهد ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن الاستفادة من نموذج براغو، خاصة أنه يربط بين المباني القديمة والحديثة. وصل المباني القديمة براغ بالمنطقة التي يوجد بها المدينة الذكية، وهو ما يمكن تعميمه على نماذج أخرى في مدن العالم. أما النموذج في مدينة سنغافورة يعتبر من النماذج المتميزة حول العالم لما تتمتع به المدينة من تقنيات متطورة سواء على الجانب البيئي أو المعماري. ويمكن الاستفادة أيضا من تلك التجربة باعتبارها تجربة مميزة في مجال المدن الذكية وحماية البيئة. من الصعب رسم تداعيات محددة على رؤية الأمة الذكية في سنغافورة، حيث تم إطلاقها فقط في عام 2014، ومع ذلك يمكن تعلم بعض الدروس من طريقتهم الحذرة لبناء مدينة ذكية. على سبيل المثال يبدو أن سنغافورة تستفيد جيدا من المشاريع التجريبية قبل تنفيذ الخدمة الذكية على الصعيد الوطني. يتيح لهم ذلك اختبار عوامل مثل ما إذا كانت الخدمة المقدمة مفيدة للمواطنين والتكلفة الفعلية عند التنفيذ، كما يقلل من مخاطر تثبيت نظام ذكي غير مناسب في جميع أنحاء الدولة بأكملها. يعني هو بيجرب على مدينة صغيرة، ولما تنفع يبدأ يطبع على البلد كلها. تتمتع سنغافورة بميزة خاصة من حيث تنفيذ مشاريع تجريبية في منطقة محددة، ويرجع ذلك جزئيا إلى ملكيتها الواسعة للمساكن العامة، حيث يعيش ما يقارب من 80% من السكان المقيمين، مما يسهل عليهم تجربة الخدمات مثل العروض الداخلية. قد تكون محاولة سنغافورة للتكامل الذكي أيضا نقطة مرجعية جيدة لمدن ذكية أخرى في المستقبل حول العالم. كما حتى الآن تعمل الوكالات المنفذة في سنغافورة بسرية كبيرة وبشكل مستقل عن بعضها البعض، ويتم تصميم حلول ذكية جديدة مصحوبة بالتقدم التكنولوجي ومراقبتها وإدارتها من قبل كل وكالة. ومع ذلك مع توسع الحلول الذكية في نطاقها ومع بدء تداخل الخدمات بين مختلف مجالات المدينة عبر الوكالات المختلفة، أصبحت الاحتياجات لمنصة مشتركة لتعظيم استخدام الأجهزة الذكية وفعالية مشاركة البيانات وتقليل التكلفة وجعلها أفضل. الآن سنغافورة في إطار مبادرة الأمة الذكية تسعى بحذر للبحث عن أفضل طريقة للتكامل. يوضح هذا أنه ربما بدون منصة مشتركة لتبادل المعلومات عبر قطاعات مختلفة من المدينة، قد يكون تعظيم الفعالية في إدارة الخدمات الذكية أمرا صعبا. يوفر فهم حالة سنغافورة تذكيرا جيدا للمدن الأخرى للتفكير في ضرورة التكامل داخل المدينة الذكية، على الرغم من أنها لا تزال في المرحلة الأولى، إلا أنه من المتوقع أن توفر تجربة المدينة الذكية في سنغافورة درسا قيما لجميع المدن حول العالم في المستقبل. تقدم دراسات الحالة في سنغافورة مثالا مثيرا
للاهتمام لنهج الدولة تجاه أن تصبح دولة ذكية نظرا لعدم وجود حالات أخرى يتم فيها تغيير البلد بأكمله بموجب خطة دقيقة للحكومة المركزية. يعتقد أن سنغافورة فريدة من نوعها مقارنة بمبادرات المدن الذكية الأخرى في جميع أنحاء العالم. بناء على هذه الدراسة قد يعتمد نجاح سنغافورة المستقبلي كأمة ذكية على عدد من العوامل. الأول هو سيطرة الحكومة على سمارت ناشونال فيجن. حاليا يتم تمويل مبادرات سمارت ناشونال بالكامل من قبل الحكومة السنغافورية دون أي مصدر خارجي للتمويل من الشركات الخاصة. لا زال غير مؤكد ما إذا كان هذا سيؤدي إلى تنفيذ أكثر فعالية وسرعة وكفاءة للأنظمة الذكية بدون دوافع خارجية، وما إذا كان يمكن استمرار جميع المبادرات عالية التكلفة في ظل طريقة تمويل هذه. العامل الثاني يتعلق بطريقة التكامل بين الوكالات المنفذة. لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء حول كيفية دمج هذه الوكالات، ولا يزال قيد التطوير. ولكن حتى الآن الفكرة الأساسية هي تجنب النظام الأساسي المتكامل ماديا، ولكن الاتفاق على القواعد واللوائح الخاصة بتكامل البيانات. طرح حكومة سنغافورة فقط الحاجة إلى تطوير منصة متكاملة لمشاركة البيانات، حيث يمكن لجميع الوكالات الوصول إلى المعلومات المشتركة التي يتم جمعها من شبكة أجهزة الإشعار الذكي المشتركة. الاهتمام بالتشغيل المتكامل ومركز القيادة غير موجود، وفي الواقع ينظر إلى هذه على أنه ينطوي على مخاطر أعلى بسبب الاختلافات في حساسية البيانات. بعد يعد استخدام البيانات مفتاحا لنجاح أي مدينة ذكية، وبالتالي فإن كيفية إدارتهم لمنصة تكامل البيانات ستصبح العامل الحاسم لنجاحهم، على الرغم من صعوبة إصدار أي أحكام قاطعة لأنها لا تزال في مهدها، إلا أن التوقعات بأن تصبح سنغافورة مدينة ذكية رائدة على مستوى العالم.